عزيز ارحب. يلا حيه. هذا والله عزيز الحقيقي اللي بيسنعنا صح. اي والله يا حليكم يا زيك لكم ما شاء الله يا العواد. يا ليتني مصورهم زينا. هذا صديقي. من؟ عزيز. في ذمتك. يا ولد. عادي اسوق. عادي اسوق. سكت خمر. يقول شيء نقلقه. دابني مع عسل وعطني يا طويل وش فيه الفطيره حلوه. ابى اساعدك ابى اساعدك. ها؟ ابى اساعدك يا حليل يا اخي اقسم بالله يا جماعه الخير من جد قديه اخي جوعان قال خلاص بعطيك اي شيء الحين تاكله. بس انت بتعور ايدك لا خلاص. انت بتعور ايدك. يا حليل. وصلنا شقتني يا الربع. نعم بعد تعب نبي ناخذ لنا غفوه. هذا غرفتي ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه عزبتنا هذه صالتنا هذا مطبخنا. انا قلت هاربنا من اجل هذه اللحظه. وهذا سلطان. والله تعبنا يا ولد. وهذا مسعود ترى قومت من النوم. عيال 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 تدري ايش انا مصدوم منه؟ عيال تدرون؟ عيال ايش مصدوم منه؟ يمكن تشوفون شقتنا زينه. طيب صح؟ مو زين فوق الزين. فوق الزين. انا والعيال اخذ يوم ساكن سته غروات. كم هيبه بكم هيبه؟ كم هيبه؟ هذه الوساع. كم اخذنا هبه؟ كم اخذنا هبه؟ الله يخليني كلها. كم مسعود؟ كم؟ مسعود تصرح كم؟ شوف صرح. اي سعلان الحمد لله اشكر. الله يمسيكم بالخير. نعم ترى لا يغرك الطقم هذا يعني هذا شيء عادي كذا. هذه نقلقت اليوم الله ما يقول لكن جهز لي طقم بكره بيشوفوني رئيس عصابه. أوه. الله العظيم ما تفدرتي. الله العظيم انا سودري يا عيال مشينا. والله انا خامس طقم. هذا لا لا لابس نفس بدلتي اللي فوق. خامس طقم البسه ما البسه قد احمد زي. ماذا يا الربع كل ما اخذت لي لبس لقيت مشاري مدري اللي يعطر شعر يوم بتشعر انت حطك فازلين. شوف بس كلام جدي ليه خليتني اغير طقمي؟ يعني طقمك نفس جكيتي الاسود. واذا كنت لابس جكيتي يا عيال بكره انا مجهز جيت لابس طقمك. ولد 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 اترك جكيت. اترك جكيت. والله لا اعطيك مكانه جكيت ملعون. يا رب يجي ثلج عندي بلطه واجد. يا رب يجي ثلج. اغير اغير بعدين. اترك جكيت ذا. ما ماخذ اترك يا ابن الحلال اترك. شو اسمه؟ دقيقه دقيقه انت فاهم اجيكم. سلطان جكيت من ذا؟ والله يقولك بنادم مرعاة بنادم جكيتي وعلي الحرام في خلل لكن ماني معلمك وشو تطقيم عادي عادي خلك متصالح البس عادي. سلطان سلطان لا خلص انا احب اللبس خلصك خلصك والله انا بشخطينك شخطيني فوتك اي خلاص هي هو ما هموني. والله انا ما هموك اللي بدل 9 مرات بدلت خلاص. تدري ليش؟ ليش؟ تدري ليش بدلت؟ لان كل ما اخذت لي طقم هنا تبن عطنا عطاماتك بس فتنس اهنيك خطوه. اسمع احمد 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 سلطان اتساله غريب يقول احمد وش يا احمد وش يقول؟ علاقتك بعطوراتك احس بينكم علاقه يا ولد. تعرف علاقه الاب مع ابنائه؟ الله انا عشتها. احمد سبحان الله الحين كل واحد يحب العطور. استشوارك طفي يا ولد. كل واحد يحب العطور حلو؟ حلو. فما بالك اذا كنت انت تحب العطور وعطر لك. طيب بس وش احب عطر لك منه؟ شف كل عطوري احبها جدا لكن كل واحد له شخصيه عندي.
زي شلون بعلمك؟ بعلمك بعلمك زي عطر الشعر، مدرى البنت الصغيرة اللي تحب بنيتك كيوت وتشتاق لها وما تقدر تفارقها كل ما يوم. تقدر تفارقها، صح انك تفارقها مع مرور الايام تنبت كميته، هذا هو عطر الشعر. زين طيب انت تحطوني عشان ما في لي شعر، انا منقهر. ايوه تجي عند سار ما درها البلد الكبير اللي غلاثه غلاه ثابت هو كل شيء ويغلون اخوانه ويغلونه ربعه، هذا وش هو؟ صار بس ما يدلعونه، بس ما يدلعونه، بس انه ثبتي شخصيته طعمك قوي شخصيه. يا سلام هذا صار رجال رجال رجال. شوف امانه بالله انا معلمك من يومنا في الشالي، انا اليوم جاي اقول وين سرمد ما يعطوا سرمد هو مع مثل ما قلت لك ابعلمك من الثاني. بسم الله الله العظيم مسعود من يوم راح عندنا يقول انا جالس 15 يوم ان كل حياته وين؟ 15 يوم دي كلها هاي دبار ايش يقول؟ انا ما اعرف يود ايش يصور هالطيور، يصور هالطيور وشغلنا يود ما اعرف انت يا احمد، انا بس نظار ود ما اعرف انت حلو اسمع معلم حاجه طيب لكن قلت لك سيود حديقه مغرب الحين جو ايش؟ كافي يا قوي يا ولد تابع المباراه ما يصور الا البرد كرسي 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 صورني بي صورني بي لا بكرة صورة تجينا ها طيب جينا وش فيه؟ عطيهم ها طيب ما في غير عطيه وش فيه؟ ها يا حميد طبعا ابو نجد من عنده خبره قال بوديك مكان تكضم من هي عيال كم 5000 30000 ريال ثاني شيء ترى طلع محل نساء اتوقع انه محل نساء هذا كذا مالك مو نساء وذا وشو وذا مو نساء يقول مو بغالي هذا مو نساء يقول مو بغالي اكيد محلات نساء يردد حمار انت وياه هذا بكم الحين هذا بكم؟ يلا يا ربي توصلني هالمرحله اني اخذ جاكيت حتى لو وصلت والله باخذ تعق انا ابوي وانا صغير حتى كاوك من المحطه اني اشوف طبعا هذا مسعود من شعبون يدخلنا في كل حاره في كل شارع الله يكفينا شره سلطان الرجال يا ولد عليه الحرام ما هو طيب والله حلو اسمع والله اني اشوف نفسي اني اشوف نفسي وانا حاط الرجل يا اخي ايش خلنا وراك ليش؟ لا بالله راح علي طاقني وراك ايوه اللي النصائح اللي قلتها لك الصبح طيب اسمع احمد بيكلم يا ولد انا معهم انا معهم انا معهم خلاص عيد خلاص شنو مزه يا احمد ليه توازي شنو يقول يقول سايق امه ها انت مو شنو اخويا ما انا مخاتمه مشوا وخلوني بتقول وين الفندق ما ادري والله من حسبي الله ونعم الوكيل عليك حسبي الله استغفر الله يا ربي اتوب اليه كل فندق وين واحد احنا شلون نجيبه اوه الاول ضعت يا احمد طبعا يا جماعه الخير لندن زينتها اول شيء الله يطول عمرك تشنج ايش تقولين والله ما ادري ايش تقولين شكلها تهديني ورده لا واضح تهديني ورده احمد جميل يا ابو الحين بسم الله عليك طبعا التصوير اليوم ما صورنا
تقول ليه 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 ما وش نصور لكم؟ اوكي اوكي ثمين جايين ما غادي نصور الزقاطات، لكن ابشروا بخير بكره ان شاء الله باذن الله.